بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا نكملوا مع بعض كيفاش رانا رايحين نعدلوا او نديروا دي موديفيكاسيون على لي زيماج في برنامج وورد، نديروا تعديلات على الصور. شفنا من قبل في الفيديو السابق كيفاش رانا اضفنا صور في ملف وورد بطريقه سهله جدا، وهي اننا لما نفتحوا هنايا ملف جديد، مادامنا رايحين نديروا اون انسيرسيون اضافه او ادراج صوره، نروحوا للتبويب تاع انسيرسيون. هنا قلنا هكا في الفيديو السابق اننا نروحوا للجروب ايليستراسيون، عرفنا كيفاش نجيبوا صوره من في جهاز تاعنا. وفقط حابه نزيد حاجه، مثلا عندي الصوره في الجهاز تاعي، قلنا حنايا قبل نضغطوا هنايا نروحوا للنافذه ونبحثوا. لو مثلا الصوره هذه كانت على سطح المكتب، كانت هنا مثلا انا رايحه نصور هذا سطح المكتب، نضغط على امبريمي كرون سيستم، نروح بانت، في بانت ندير كولي، ندخل كولي هاي الصوره تاعي، ندير لها انغوجيستري سو، نحطها على شكل صوره جي باك. هنا نسميها مثلا وورد، مثلا نسميها وورد. وين نحطها في بيرو، هاني حطيتها. هنا نخرج نجي نشوف الصوره تاعي، هاي الصوره تاعي، ها هي اسمها وورد. لما نفتحها نلقاها ها هي كامله. نحطها هذه الصوره ونرجع للوورد تاعي، ندخل لي نقصلو في الحجم تاعو، هذه هضرناها قبل في الفيديوهات السابقه، يكون مثلا عندي الوورد هكا بصفه عاديه، ها الوورد تاعي، وحابه نجيب انا الصوره موجوده في سطح المكتب. قادرة ندخل هنا ونروح لسطح المكتب نجيبها، ها هي، ندير انسيغي، ها ندير هكا، ندير انسيغي تدخل لي. او نقدر تاني ندير انغليسمون، يعني نجيبها فقط بالفاره، نضغط عليها بيسار الفاره، نبقى ضاغطه ونحرك يدي، نهبط يدي، نجي في نص الورد، ننزع الضغط، يعني نحي يدي من زر الفاره الايسر. وهنايا تحطت لي هنايا الصوره تاعي، هذه فقط حبيت نزيدها، يعني نقدروا في الانسيرسيون ندخلوا هنا ايماج ونفتشوا على الصوره تاعنا، وكي تعود في سطح المكتب نقصوا برك في حجم الملف تاعنا ونجيبوها، نبقاو ضاغطين ونزعوا الضغط على الفاره تدخل لنا هنايا. نكملوا الطريقه تاعنا الثانيه، هذه الصوره في الجهاز، انا حابه نجيب صوره من الانترنت ورايحه ندير عليها تعديل. او شفنا هذا الامر في قبل في الدرس اللي قبل هذا، شفنا كيف نضيفوا صوره في الجهاز كيف نضيفوا صوره في الانترنت. فقط حبيت نزيد لكم هذا الجليسمون، هذا كي تعود لي الصوره موجوده في سطح المكتب كيف نجليسيها، يعني نهبطها للملف فقط بزر الايسر للفاره. درك ندخل نجيب، رايحه نجيب الصوره من الانترنت، هنا يضغط ايماج اون لين يعني عبر الانترنت، ندير هنا في ريشيرشي، حابه نجيب كما المره اللي عدات مقام الشهيد، نكتب فقط، ندير اونتري، ورايح هو يعطيني صور خاصه بمقام الشهيد، يعطيني صور عديده. هنايا الصور نخير اي صوره، نرجعوا نخيروا الصوره اللي خيرناها في الفيديو السابق ونعملوا لها، نضغطوا عليها ضغطه واحده يسار الفاره هنا تتاشر، ونديروا نضغطوا يسار الفاره طبعا على انسيغي. لما نضغطوا على انسيغي هو رايح يحملها لنا من الانترنت للملف. هاي تحطت لنا الوحده تاعنا الصوره تاعنا. لما تتحط الصوره كما قلت لكم في الفيديو السابق، بمجرد انها تحطت الصوره يعني رانا محددينها، رانا دايرين سيليكسيون عليها، رانا فيها. واش يصرى؟ يتحلل لنا تبويب جديد اسمه اوتي ايماج فورما. هذا التبويب اللي فيه الشريط هذا كامل راهو خاص بتعديلات على الصوره. لو نجي انا هنا ونحط مؤشر الفاره تاعي خارج الصوره، هاني هنا نحيته حطيته خارج الصوره، هاكو تشوفوا فيه لوت، وش يصرى؟ يتنحى لنا هذاك التبويب كامل كانه لم يكن. لما فقط نحب نجيبه نضغط ضغطه واحده بيسار الفاره على الصوره، رايحه تجينا الصوره تاعنا بالنقاط هذوما اللي فيها كل. شوفوا هنا عندي ربع نقاط في الحدود وعندي ربع نقاط على السطور، هذوما طول العرض
عندي نقاط عليهم. واش يديروا هادو النقاط؟ يصغروا لنا او يكبروا لنا في حجم الصوره. مثلا لو نجي هنايا على الطول نضغط، واش نلقى؟ اول حاجه برك فقط نقولها لكم، عندي لما نكون الفأرة تاعي على الصورة راح يتغير شكلها. شوفوا نخرج يولي سهم، ندخل يولي لي أربع أسهم، يعني راني هنا نحدى الصورة. لو مثلا حابة نحدد السطر هذا فقط، هذا طويل، وش ندير؟ نروح لهنا يولي لي على شكل سهمين متعاكسين. هنا نفس الشيء، سهمين كل حد نروح له يتغير لي شكل الفأرة تاعي، أو زر الفأرة تاعي تغير لي إلى سهمين. لو نروح للصورة يولي لي أربعة أسهم. إذن أنا رايحة نحرك فقط هذا السطر، نروح لهنا في الوسط ونجي نبقى ضاغطة عليه وننزعش الضغط حتى نلقى مثلا الطول اللي حبته أنا، وننزع الضغط على الفأرة، نطلق يدي على الفأرة، وبالتالي جاتني الصورة بحجمها صغير لكن ولات لي طوليا. هنا الشكل ما عجبنيش. هنا دوك نشوفوا كيفاش نصغروا الشكل ويبقى نفسه. نرجع لكم فقط للعرض، نفس الشيء نقدر نبقى ضاغطه ننزع الضغط، هنايا يجيني الصوره بشكلها العرضي، وهذه ما نسحقهاش، انا حابه نصغر في الصوره. هنا نرجع لكم برك شويه المؤشر تاع الفاره قبل ما نحطوا الصوره كان هنا. اذا لما نضغطوا على هذه الحدود، هذا او هذا، حين نصغروا من الحجم تاعها راهي تطلع لنا المكان هذا. لو كان مؤشر الفأرة قبل ما نحطو الصورة تاعنا هنا، لو نصغروا فيها في الحجم تاعها منا ولا من، راهي ترجع الصورة في المكان هذا. شوفوا معايا هنا صغرت، كيف نصغر؟ قلنا فقط نحط مؤشر الفأرة عليها هنا تولي لي سهمين، نضغط باليسار نبقى ضاغطة ونحرك يدي، نطلع يدي للفوق نلقى الصورة تاعي صغرت لي. فقط بلدي هذا نزرب لكم في الهضره. فقط لو تلقوني اني نسرع شويه في الكلام حطوها لي في التعليقات، هكا نولي ندير حسابي. ساعات ننسى بلي راني يسمعوا فيا ناس بزاف، ننسى على هذا الامر وتلقاني كاني نهضر فقط مع نفسي. نرجعوا، قلنا نصغروا، نبقى ضاغطه هنا، نروح نضغط ونحلو هنا تكبر لي الصوره. نرجعوا لهذا الدائري، لو نضغطوا عليه نحركوا الصورة نميلوها ونحطوها مثلا، ننزع الضغط هنايا الصورة نحطها كيما حبيت أنا. مثلا أنا حابة الصورة تاعي تكون بهذا الشكل، نصغروا فيها. شوفوا حتى كي نصغروا تروح لي لليسار، لأني في الأول خلاص مؤشر الفأرة تاعي كان في اليسار. وشفنا كيف حركنا الصورة، يعني التحريك راهو سهل جدا. فقط عندي هذا، نرجع فقط للصورة نحطها هاهي، باه نحرك الصورة. هدرناها في الفيديو اللي قبل، قلنا باه نحط هاني هنايا في الوح تاعي في التبويب تاعي، حابين نحركوا الصورة عندي هذا أو هذا، هو نفسه لابياج. نحب نضغط هنا بيسار الفأرة مرة واحدة تطلع لي نافذة، نحب نضغط هنا بيسار الفأرة تطلع لي نفس النافذة. أنا وين نروح؟ نروح دوفون لو تكست، أمام النص، هاو هنا وهاو هنا، دوفون لو تكست. نحب نضغط هنا، نحب نجي هنايا ونضغط. حتى لو نكون هنا نجي نحط هنا الفأرة، هاي تكتب لي وحدها دوفون لو تكست. علاه؟ قبل ما نحطها أنا درك نشوف، نبقى ضاغطة بيسار الفأرة فوق الصورة، نحرك ما تتحركليش. إذا نجي هنا ندير دوفون لو تكست، نحرك نلقى الصورة تتحرك لي في المكان اللي حابة نحطو أنا. حتى لو نقص لها الحجم تاعها، تنقص المكان هذا، نقدر نهزها ونديها هنا ونحطها كيما نديرو في اللوحات تاعنا في لي سي في، سير ذاتية. نحطو صورتنا هنايا ونكتبو، نكملو نكتبو هاو هنايا. ها، لأني هنا المؤشر تاعي كان في المكان هذا. لو نجيب المؤشر تاعي هنا نبعدو شوية ونبداو نكتبو، وأنا حطيت الصورة تاعي في المكان اللي حبت. وأنا دركا نرجعو للصورة، نرجع فقط هاي الصورة تاعي، كبرها. دركا راح نشوف التعديلات اللي يديرهم التبويب هذا. اول حاجه هنايا فقط نحب نقول لكم باللي الوورد راهو يعمل امور
لكن بطريقه بسيطه، ماهوش كيما البرامج او لي لوجيسيال اللي راهم متخصصين في التصوير وفي التعديلات على الصور، راهو فقط يعطينا امور بسيطه نقدروا حنايا نديروا روحنا بها مادامنا ما عندناش مثلا البرامج الكبيره، لكن هو يوفر لنا ابسط شيء فقط. هنا نجيو للمجموعه الاولى سوبريمي لاغيير بلان. واش معناها هذه؟ راهي دير لنا الخلفيه هذه كما درك انا مقام شهيد هاهو، هذه كل بالنسبه ليا تعتبر خلفيه انا نحب نحيها. هنا يعطيني الوورد هذه الخاصيه تاع راني نحذف الخلفيه تاع الصوره، نضغط عليها بيسار الفاره مره واحده، واش يولي لنا؟ يولي لنا هذه الخلفيه كامله هي اللي باللون البنفسجي، يعني اللي قبل يعني المقام الشهيد هذا يقعد، والخلفيه رانا طالبين نحيوها. هو حطها لنا بطريقه عاديه، نقول له انايا كونسيرفي لي موديفيكاسيون، يعني خلي لي هذه التعديلات، لو نضغط عليها تنزع لي الخلفيه، وانايا ولات الصوره تاعي بالطريقه هذه. نروح نقص لها مثلا، نقص لها هنا، وهذا هو مقام الشهيد تاعي. انا مثلا ما عجبتنيش الخلفيه هذه، ما عجبتنيش حالي هكذا، نرجع للوحده تاعي، استناوني تشوفوني كيف رجعت. انا هاي الصوره حيت لها الخلفيه، قلت له كونسيرفي لي موديفيكاسيون، خليها لي بلا خلفيه. نزيد بعد ما عجبتنيش نرجع ندير سوبريمي لاغيير بلان، يعني نحذف الخلفيه ونبدا نعطيه لي زون لي او الاماكن اللي حابه نزيدهم. مثلا حابه نخليهم، مانيش حابه نحذفهم، عندي الزر هذا ماركي لي زون ا كونسيرفي، يعني هنا نحدد المناطق اللي رايحه نخليها. نجي انا مثلا نضغط له على هك، اصلا نضغط وحده كونسيرفي، نلقى هنايا شكل الفاره يتغير لي ولي على شكل ستيلو. نقول له انا مثلا خلي لي هذه كل مكان، هذا خليه لي. شوفوا هو راهو يزيد فيه كانه دي بلوك، كانه كتل، ما يزيدليش مثلا نصور له بلاصه مثلا نحددها له بالضبط، يزيد انا نتكلو على مكان بالسطر وهو يحطه لي على شكل كتله. نزيد مثلا ويبقى لي مؤشر الفاره تاعي على شكل ستيلو، يعني نقدر نزيد ندير له، نقول له خلي لي مثلا الخلفيه هذه يعني كامله للداخل، هاو كيف خليها لي، ما يتبعليش السطر قد قد، يزيد لي عليه، اذا يمشي لي هو بلي بلوك. نزيد نقول له انا خلي لي هذه هكا. نجي درك ندير له ماركي لي زون ا سوبريمي، يعني راح نحيهم. نقول له مثلا نحي لي مثلا، نحي لي هذه، شو كيف نقص فيها، خلى غير هذه، خلى من نحاها. نزيد مثلا نقول له نحي لي هذه، هاو نحاها لي قد قد، نحي باسكو انا باك ما كنتش قد قد فيها. نقول مثلا نجي هنا دوك نحي لي الداخل ونخلي ما بينهم، ها راهو ما يمشيليش بطريقه مليحه. ندير له هنا سوبريمي لو ماركاج، رايح سوبريمي شي اللي درته، هاو خلالي. شوفوا ساعات يديرها ساعات ما يديرهاش، المهم ماهوش قاعد يخدم بطريقه احترافيه. انا فقط نعت لكم باللي راهو يقدر يدير لنا هنايا تعديلات على الخلفيه تاع الصوره، لكن ماهوش بطريقه يعني كيما البرامج الاخرى. لو مثلا حاب انا الشيء اللي درته كامل حابه ننزعه ونرجع للحاله الاولى تاعي، ندير له انيوغي توت لي موديفيكاسيون، هنايا التغيرات اللي درتهم كل ما يديرهمش في الحساب، نضغط عليهم وترجع لي الصوره تاعي العاديه. اذا هنا شفنا كيفاه راهو ينحي لنا الخلفيه لكن ماهوش باحترافيه، ديما نقولها الورد او يعطينا امور زايده على النصوص او الامور اللي خاصه بالتريتمون دو تكست، معالجه النصوص، يزيدها لنا في الصور لكن ديما تبقى بابسط امر. نرجعوا هنايا للجروب الثاني اجوستي، واش يدير لنا؟ نرجعوا هنا كوريكسيون، نشوفوا راهو يدير لنا تصحيحات على الصوره. لما نحط هنايا المؤشر الفأرة على أي وحدة منهم، تشوفوا هنا التغييرات اللي هنايا كيفاه تصرا.
نخير انا اي وحده نحبها ولا حابتها انايا في المجال تاعي اللي راح نحط فيه الصوره هذه ونضغط عليها. مثلا حابه هذه نضغط عليها بيسار الفاره تطلع لي. انا نرجع نزيد نكمل عندي لي كولور هنا ثاني يلعب لي على الالوان يحط لي اللون اللي حابته انا ونقدر ندير اوتغ فارياسيون تغييرات اخرى على لي كولور نحط لي هنايا نخير نولي نخير لون لي كولور اللي حابته. شوف هنا على قد ما نضغط نروح انا الكولور هو يحطها لي تشوفوا برك الورد يعني راهو يحاول يوفر لي امور كثيره لكن مش باحترافيه. لي زيفي ارتستيك شوفوا هنا لي زيفي ارتستيك الحالات مثلا تاع كانها فن رايحه ندير الشكل هذا لما نحط فقط نحط زر الفاره تاعي على اي وحده منهم رايحه تطلع لي ونقدر ندير دوتر ايفي نزيد ندير دوتر ايفي هنايا ها شوفوا يعطيني ويسمح لي لما ضغطت عليها درت هكذا ضغطت على اوبسيون ايفي ارتستيك جاتني كامله هنايا كل ما يخص لي زيفي هنايا تضل نعدلو كيما نحب لا ريفليكسيون نعدلها كيما نحب لا لوميير الضو كيف كيف نعدلو نقص فيه نزيد فيه لو كونتور تاعي الدور هذا تاع الصوره نعدل نحط فيه كيما نحب فورما 3D دوك نشوفوه كل شيء يحطه لي هنايا نزيد نكمل هنا كومبريسي ديماج هنايا نقص في لاطاي تاعها هنايا يقول لي كيفاه تنقصي لاطاي انا نقدر نستعملها فقط بالهنايا لما نرجع نخدم كيما نحب انا هنايا رومبلاسي ليماج هنايا يقول لك ترومبلاسي ليماج بار اون اوتر ايماج وتخلي لا ميزون فورم تاعها ولو فورما د ليماج اكتيف هادي خليوها نديرها لكم وحدها باش تشوفوا نحط لكم دوز ايماج بما يطوليش الفيديو برك ندير هنا غيتابليغ ديماج نرجعها للحالة تاعها الأولى قبل ما ندير دي موديفيكاسيون هادي غومبلاسي وغيتابليغ هادي خليوها لي نديرها لكم فيديو خاطر راهي مهمة نزيد نمشي هنايا الجروب الثاني اللي هو لو ستيل دو ليماج نوعية الصورة هنا يعطيني بزاف لي كادر اللي نحط فيهم الصورة تاعي شوفوا على قد ما نحط الواحد تاعي زر الفأرة تاعي على وحدة منهم على قد ما يتغير لي شكلها شوفوا معاها مليح أنا نحرك وانتوما شوفوا مع الصورة ها مثلا حبيت هذه نضغط بيسار الفأرة وأنا تجيني الصورة تاعي شوفوا شكلها مثلا هزها نزيد نديها هنا مثلا صغرها نحط المؤشر الفأرة تاعي نبعدو نضغط برا بعيد في بلاصة أخرى هاو هنايا وهنايا كانت عندي الصورة هذه بالطريقة هذه نرجع باه نجيبو فقط هذا ها هي الصورة تاعي واش ندير هنايا تاني لي بوردور دو ليماج هنا رايحة ندير هادو لي بوردور الحدود تاع الصورة تاعي انا اكسبري هنا درتها لكم كبير الحد حدود كبيرة هنا باش تشوفوها مليح كي نغير هنا اللون شوفوا اللون نختار اللون اللي نحبو انا شوفوا شو يوفر لي هنا كي نحب بلاش هاو ندير له سون كولور نجي هنا ندير سون كولور يرجع لي اللون تاع الصورة بعد تولي راهو تشوفوا فيها ترونسبارونت هنا نخير ليبيسور السمك شوفوا السمك هذا اللي يظهر لي من فوق خلا كيفاش درتو هذاك الحد تاعها ندير هنا لي تيغي هنا يديرها لي على شكل نقاط هنا ما تبانليش وبالتالي هنايا الحدود تاعي ندير عليها التعديلات اللي نحب نزيد ندير لي في دو ليماج هنايا نزيد نشوف كيف نعملها مثلا ندير عليها الظل شوفوا هنا على قد ما نحط هنايا الفاره تاعي زاد الفاره تاعي على هادو ما نتوما شوفوا التغييرات اللي صايره على الصوره هنا مثلا خليت هذه نزيد افي ايماج نرجع ندير لها ظل معين نرجع ندير لها اون ريفليكسيون يعني كانه انعكاس شوفوا الانعكاس هذا على الصوره نزيد ندير لها مثلا اون لوميير ندير لها كانه ضوء هاي هنا في الاصفر في الازرق لو ما عجبونيش الالوان هادو نخير دوتر هنا اوتر كولور وشوفوا انا نحرك هنا وانتم شوفوا مع الصوره تلقاوها قاعده تتغير نزيد مثلا ندير لي كونتور
الدور عليها قده النقطة في الدور هذاك، ها يعني يزيد كبار لي ولا لا؟ نزيد ندير دي بيزو هنا يخرجوا لي على شكل أزرار، جيني كلي كلي زر. شوفوا معها هنا، شوفوا مثلا هذه، شو مع الصورة. إذا هنا على الصورة نقدر نخدم في الصورة الشيء اللي نحب أنا، يعطيني أمور مليحة بارابور المبتدئين ما عليهاش، ولا بارابور فيما يخص الواحد ما عندوش برنامج تاع احترافي تاع الصور يقدر يستعمل الوورد. حنايا نزيدو نشوفو هنا لا روتاسيون 3D. شوفوا الصورة تاعي كيف تولي، يعني هنا راني درت تعديلات على الصورة وقاعدين نشوفو كيف تاع مثلا قاردي هادي، هاي الصورة تاعي نجي هنا نحطها مثلا، هنا درت التعديلات تاعي، هنا ديسبوزيسيون دو ليماج، هنايا راهي موضع الصورة في دب الاخرين دي سمارت ارت، هادو نخليهم نديروهم وحدهم، ندير لهم درس وحده هكا ما تخلطوش. هنا اليوم رانا نشوفوا فقط في تعديلات على الصورة، تعديلات صغيرة على الصورة، على الحدود تاعها، كيف نغيرهم، كيف نديروا لهم الظل، كيف نديروا لهم 3D، نكبروا في الحجم، نقصوا هذه ديسبوزيسيون دو ليماج. خلي لما نعملوا اون بانيير ولا نديروا نفهموا واش معناها السمارت ارت، هنا نحطوا عليهم صور ونشوفوهم في فيديوهات اخرى. لا بوزيسيون هنا تاع الصوره هنا بارابور هو مكان الصوره بالنسبه لنص، انا يكون مثلا عندي نص وحابه نحط الصوره تاعي هذه معاه، حابه نحطها مثلا على اليسار، حطها في الوسط من فوق، في اليمين من فوق، في الوسط على اليمين، هادو الاختيارات تاعي. نخليو ومن بعد نحط لكم نص ونزيدو نحركو فيه الصوره في الطريقه هذه لابياج تاعها هادو، تشوفو بطريقه مليحه. فقط هنا في الدرس هذا راهو التعديل على الصوره كي تعود وحدها محطوطه، هنا نعت لكم فقط هكا ما يتخلطوش علينا بزاف الامور. هادي افونسي كيف كيف، هادي تاني بارابور لو تكست، بارابور للنص، خليوهم هكا. نكونوا شفنا هذا التبويب اللي راهو مهم جدا اللي خاص بالصوره. اذا اليوم عملنا تعديلات على الصوره كانت عاديه جدا، نزعنا الخلفيه، رجعنا امور من الخلفيه، ومن بعد زدنا درنا الحدود تاع الصوره، زدنا لها ديزيفي، وشفنا كيفاه نقدروا نديروا لها دي كوريكسيون دي كولور دي زيفي ارتستيك، وبالتالي رانا عرفنا كيفاه نعدلوا الصوره. المره الجايه باذن الله لا ديسبوزيسيون تاع ليماج في نص نحطوا تكست ونحطوا عليه صوره، ونحاولوا نبدلوا مكانها بطريقه يسهلها لنا الوورد تاعنا، البرنامج الوورد. نتمنى انكم فهمتوني، ونعتذر على اني نطول، احيانا نحب تكونوا تفهموا مليح الشيء اللي نقول فيه، احيانا نحس روحي باللي ما قعداش نعطيكم الشيء الوافي، على هذه تلقوني نعاود في الكلام، لكن طولت عليكم سامحوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.